لبيك واتساب، قالها اللبنانيون ساخرين مما وصل إليه لبنان من فساد بعد أن استنفذت الحكومة كل وسيلة لفرض الضرائب على شعبها. اللبنانيون نزلوا إلى الشوارع مطالبين بإسقاط منظومة حكومية تتقاسم السلطة. ما في جدول زمني، لا ثقة بهذه السلطة، يجب إعادة تشكيل هذه السلطة في لبنان. والحكومة ترد: سنلغي الضريبة التي فرضت على تطبيق التواصل. ما حيكون في أي رسوم زيادة على موضوع الواتساب أما ما شابه الواتساب. المشكلة إذن ليست بتطبيق التواصل الاجتماعي، بل بشكل التواصل بين الحكومة وشعبها. يصيح لبناني: لجوعوكم ليل ما عم يعطوكم شو عشو ساكتين ما عم بستجلنا. الحريري تحدث معلقا على فشل الحكومة في خطة إصلاحية بدأها منذ 3 سنوات. لكن المهم هو كيف بدنا نعالجه ونقدم له حلول، لأنه هيدي المسؤولية يلي كلفنا فيها الشعب اللبناني. وأعطى لنفسه ولشركائه في الوطن كما سماهم مهلة 72 ساعة للإصلاح، والتي انتهت بجملة إصلاحات اقتصادية. لكن اللبنانيين لم يناقشوا في الساحات أي إصلاحات، فمطلبهم الوحيد إسقاط الإقطاعية السياسية بكل مكوناتها. في الطرف المقابل يخرج حسن نصر الله مهددا كل من يحاول إسقاط العهد القوي كما وصفه. قل لهم اسمعوا النصيحة، عم تضيعوا وقتكم وعم تتعبوا حالكم وعم تتعبوا البلد وعم تضيعوا وقت البلد، وهذا توقيت خاطئ والعهد ما فيكم تسقطوه. ولكن عن أي عهد قوي يتكلمون؟ والله الوضع ذكرني بأيام سوريا لما علقت، كان يطلع كم واحد ويقول سوريا ما في شيء، جزيرة كذابة، هلأ العونية عم بيعملوا نفس الشيء، لبنان ما في شيء، العهد كتير قوي. كما يحاول حزب الله إقحام عدد من عناصره في مظاهرات لبنان، لكن اللبنانيين يرفضون كل راية لا تمثل الوطن. ويبقى التساؤل الأهم: هل سيتمكن الشعب اللبناني من مواجهة وإسقاط جميع الزعامات ونزع السلطة من ميليشيا إيران في لبنان؟